بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، كيف سينتهي الكون الذي نعيش فيه؟ هل سيستمر في التوسع إلى ما لا نهاية كما تقول إحدى النظريات؟ طيب، هل سينتهي بانسحاق أو تمزق عظيم كما بدأ بانفجار عظيم أيضا حسب ما تقول بعض النظريات؟ طيب، هذا الكون ما هو مصيره؟ الحقيقة هناك نظريات عديدة طرحت حول نهاية الكون وحول بداية الكون. اليوم موضوعنا هو آية في القرآن ندرسها لنرى كمية التطابق بين كلام الله عز وجل وبين الحقيقة العلمية الحديثة. الآية تقول أحبتي في الله: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. طيب، اليوم بمقياس العلم التجريبي أو العلم الحديث، إذا أردنا أن ننظر إلى هذه الآية على ضوء العلم الحديث، ماذا نجد؟ هل نجدها متناقضة أم متفقة مع الحقائق العلمية؟ طبعا سورة الأنبياء سورة مكية، هذه الآية نزلت في سورة الأنبياء، نزلت بمكة المكرمة. النبي عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة لم يكن متفرغا لوضع نظريات فلكية، يعني هذا أولا خطاب لمن ينكر أن القرآن كلام الله. يعني النبي قبل 1400 سنة يقرر أن هذا الكون سوف ينطوي وينغلق على نفسه. طيب، إحدى أهم النظريات المقبولة علميا اليوم هي نظرية التمزق العظيم أو الانسحاق العظيم، وتقول بأن هذا الكون سينتهي بكارثة كبرى تدمر كل شيء في الكون. طيب، نحن لدينا آيات في القرآن تتفق مع هذه النظرية. كل من عليها فان، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا الجبال سيرت. إذن لدينا فوضى عارمة ستعم أرجاء الكون قبل يوم القيامة، وبالتالي كل الافتراضات والنظريات العلمية تؤكد هذا الأمر. دعونا نتحدث بلغة العلم ونتأمل هذه الدراسة العلمية خطوة خطوة أحبتي في الله، لندرك عظمة كتابنا، عظمة إسلامنا، أنه دين العلم، دين يجعلك تشغل عقلك. لا نقبل أي حقيقة ونحن مغمضي الأعين، لا، نريد أن نفكر، نريد أن نتأمل لنصل إلى أن هذا القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى. طبعا أيها الأحبة، نحن لدينا هنا خدمة واتس أب، يعني أرجو من الأحبة أن يشتركوا بها ليستفيدوا من المنشورات المتعددة كل يوم. موضوع هذا اللقاء: يوم نطوي السماء. طيب، هنا أيها الأحبة، إحدى النظريات القوية جدا والمنطقية حقيقة، لأن الكون أثبت يقينا أنه يتوسع، هذا الأمر أثبت، والعلماء الثلاثة الذين اكتشفوا آلية التوسع الكوني وقاموا بقياسات دقيقة نالوا جائزة نوبل على اكتشافهم. إذن عندما نقول الكون يتوسع، إذن هذه حقيقة يقينية نراها اليوم بأعيننا، لا أحد يشك فيها. هذا التوسع يحتاج إلى طاقة، يعني أنت لديك هذا الجسم حتى ينتقل من مكان إلى مكان يحتاج إلى طاقة، فالطاقة الموجودة في الكون لا تكفي لجعل هذا الكون يتوسع إلى ما لا نهاية. الطاقة الكونية محدودة أيها الأحبة، وبالتالي عندما يستنفذ هذا الكون طاقته
ينهار على نفسه تماما مثل انهيار النجوم. تعلمون ما يسمى بالسوبر نوفا أو انفجار النجوم العملاق، الانفجارات الهائلة، عندما يكون لدينا نجم وكبر هذا النجم واستنفذ وقوده، لم يعد لديه قدرة على مواصلة العمل فينفجر وينهار على نفسه ويشكل لوحات رائعة. نحن لدينا آية في القرآن: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. يشبه الله انهيار الكون يوم القيامة أو قبل يوم القيامة انهيار الكون بأننا سنرى مناظر تشبه الوردة المدهنة بألوان أحمر والأخضر والكذا، وهذا ما نراه بالفعل في ظاهرة انفجار النجوم، سبحان الله. طيب، دعوني اليوم أطرح هذه التساؤلات أحبتي في الله. على مدى 70 عاما كان العلماء يتساءلون كيف كان شكل الكون وكيف شكله اليوم، إلى أين سنمضي. طبعا هنا سنتأمل بعض الحقائق الكونية وكيف أن القرآن تحدث بدقة مذهلة عن هذه الحقيقة. طبعا خلال آلاف السنين كان الاعتقاد السائد عند الناس عن الكون أنه كروي وأن الأرض هي مركز هذا الكون. أيضا هناك اعتقاد أن الكون هو الذي يدور حول الأرض وليس العكس. أرسطو وضع مخطط اعتبر أن الأرض هي مركز الكون والكواكب والنجوم والشمس والقمر كلها تدور حول هذه الأرض. وطبعا هذه نظرة غير صحيحة نهائيا، لأن النجوم بعيدة جدا لا يمكنها أن تدور دورة كاملة كل 24 ساعة حول الأرض، وإلا ستضطر لتسير بسرعة أكبر بكثير من سرعة الضوء، وهذا الأمر غير منطقي لأن أعلى سرعة كونية هي سرعة الضوء. في عام 1917 أينشتاين قام بوضع نموذج للكون متوافق مع النظرية النسبية التي طرحها، وكان هذا النموذج معتمدا على الشكل الكروي. وقرر طبعا، وهذا الكلام متى أيها الأحبة؟ 1917، يعني قبل 100 سنة فقط، قرر بأن الكون ثابت منذ أن وجد ولا يزال كذلك وسيبقى على ما هو عليه. ومن أجل تحقيق هذه الرؤية وضع يعني رقما هو ثابت أينشتاين، ثابت اعتبره ثابت كوني، اعتبر أن الكون لا يتوسع، الكون لم يأتي من نقطة صغيرة ووفق تضخم عظيم، وأن الكون ثابت. هذه الرؤية كانت فقط قبل 100 سنة. القرآن العظيم قبل 1400 سنة لم يقل هذا الكلام. في نفس سورة الأنبياء القرآن تحدث وقال: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. كلمة الفتق تدل على يعني مثل القماش، هذا القماش إذا أردت أن تفتقه ستحتاج إلى قوة هائلة. الكون أيها الأحبة كان مثل هذا النسيج، وحتى الآن هو نسيج. رأينا في بحث النسيج الكوني كيف أن المجرات تصطف على خيوط دقيقة وطويلة تشكل نسيجا كونيا محكما. فهذا النسيج يحتاج إلى قوة هائلة لنمزقه أو لنباعده لنفتقه. فالعلماء يقولون لقد تم تطبيق قوة هائلة لا يتصورها إنسان على نقطة بدائية كانت في الكون لتمزق وتوسع هذا الكون، ولكن هم يسمونه انفجارا، وهذا الكلام غير صحيح لأن الانفجار يولد الفوضى. نحن نرى أن الكون كان منظما منذ بدايته وحتى اليوم، وإلا الانفجار لا يمكن أن يولد لنا نظاما بديعا كالذي نراه الآن. كل مجرة تسير
بدقة في هذا الكون، كل يعني نجم، كل جرم، كل ذرة لها نظام، نظام بديع أيها الأحبة. حتى إن أحد العلماء قال إن هناك توازن كوني دقيق جدا جدا جدا، لدرجة أن احتمال المصادفة في هذا التوازن واحد على واحد وبجانبه أكثر من 120 صفرا. تصوروا رقم يستحيل تحقيقه، صغير جدا. فهذا التوازن يدلك على أنه لا توجد فوضى في الكون. لذلك كل النظريات التي وضعها الملحدون لمحاولة يعني خداعنا وتضليلنا أن الكون نشأ عن طريق المصادفة وعشوائيا، كلها باءت بالفشل. أينشتاين كانت نظرته تشبه نظرة الفلاسفة التي تقول بالكون الأزلي، كون أزلي يعني لا يتغير، ثابت هكذا، موجود منذ الأزل وسيبقى هكذا إلى ما لا نهاية. إذن ليس هناك بداية ولا نهاية للكون، إذن ليس هناك إله، وليس هناك بعث، وليس هناك قيامة. القرآن العظيم حدد لنا بداية الكون ونهايته في نفس سورة الأنبياء: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، إشارة إلى التضخم المفاجئ والنسيج الكوني في الكون وبدايات خلق الكون. والآية في آخر سورة الأنبياء وآخرها: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين، إشارة إلى ماذا؟ إلى انغلاق وتمزق وانطواء الكون على نفسه وعودته إلى نقطة الصفر كما بدأ. طيب هذه النظرية أيها الأحبة، أو هذه الفكرة عفوا، تحتاج إلى علماء ودراسات وأبحاث وتلسكوبات ومعادلات فيزيائية. طيب من أين جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالمنطق يعني، بالله عليكم، أنا أود أن أتساءل معكم يعني هل هذا نبي أمي يعطينا هذه الدقة وهو يعيش في مكة المكرمة في بداية دعوته، في زمن انتشرت فيه الأساطير والخرافات؟ دعوني أتابع معكم أيها الأحبة. الأمر انقلب رأسا على عقب عندما جاء العالم هابل، ونحن نعلم مرصد هابل الفضاء الذي أعطى الصور الرائعة للكون المتوضع في مدار حول الأرض. هذا العالم أثبت بالتجربة أن المجرات تهرب متباعدة عنا بسرعات كبيرة جدا. فعندما عاد وقال معنى ذلك أنه قبل ملايين السنين كانت هذه المجرات أقرب وأقرب وأقرب، حتى وضع فكرة الانفجار العظيم. وقلنا إن هذا المصطلح خاطئ، الكون لم يبدأ بانفجار، بدأ بتوسع مفاجئ. لذلك الله تعالى أيضا أشار لهذا الموضوع، قال: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. إذن حتى قضية توسع الكون تحدث عنها القرآن، لم يغفلها. هنا أيها الأحبة، عندها طبعا اعترف أينشتاين بأنه أخطأ خطأ شنيعا باعتباره أن الكون ثابت، ثم عاد وصرح بأن الكون يتوسع، لأن الحقيقة العلمية لا أحد يستطيع أن ينكرها أيها الأحبة. طبعا جميع العلماء هنا يؤكدون أن نظرية الكون اللانهائي أو الأبدي لم يعد لها وجود اليوم بعد اكتشاف توسع الكون. طبعا الذي يشغل بال الفلكيين كيف كان شكل الكون في الماضي واليوم وإلى أين سيذهب. الحقيقة في القرن الحادي والعشرين يؤكد معظم العلماء حقيقة أن الكون مسطح ويشبه الورقة. طبعا وكالة ناسا تؤكد أن النظرية الأكثر والأوسع قبولا تتوقع بأن كثافة الكون قريبة جدا من الكثافة الحرجة، وأن شكل الكون ينبغي أن يكون منبسطا مثل صفيحة ورق، يعني الكون المنبسط. طبعا
يعني هذه أيضا نظرية أيها الأحبة، ولكن أنا كإنسان مؤمن عندما أرى نظرية مقبولة من قبل عدد كبير من العلماء وتتفق مع القرآن العظيم، إذن أنا أقبل بها، لأن الحقيقة المطلقة موجودة لدينا، موجودة في القرآن. هؤلاء العلماء يحاولون أن يقتربوا من الحقيقة المطلقة التي هي موجودة في القرآن العظيم. طيب هنا عندما قال القرآن يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، شبه السماء بالسجل يعني أوراق بالورق، هذه إشارة خفية إلى نظرية الكون المسطح. طبعا هنا يخبرنا العلماء بأن كثافة الكون محددة ولكنها مجهولة. يعني كثافة الكون أيها الأحبة هي مدى أو كمية المادة الموجودة في حجم معين. بسبب اكتشافات العلماء للمادة المظلمة، طبعا هناك اكتشاف يقولون هناك مادة مظلمة وطاقة مظلمة تشكل 96% من الكون. إذن هذه الاكتشافات قلبت أيضا القضية رأسا على عقب. بسبب اكتشاف العلماء لهذه المادة المظلمة التي لا ترى ولكن يعتقدون أنها قريبة للكثافة الحرجة والتي يحددها معظم العلماء ببضع أجزاء من الألف بليون 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 جزء من الغرام، وذلك لكل سنتيمتر مكعب من حجم الكون المرئي. قلنا الكثافة بكل بساطة هي كتلة شيء كتلة على حجم، هذا قانون الكثافة. ففي السنتيمتر المكعب لو أخذنا الكون نجد أن كل سنتيمتر مكعب وسطيا يعني يحتوي على جزء من ألف بليون 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 جزء من الغرام. هذا إذا اعتبرنا أن نصف قطر الكون المرئي هو 300,000 بليون بليون كيلومتر. طبعا اليوم العلماء يعتقدون أن أبعد مجرة تقريبا تبعد أكثر من 13 مليار سنة ضوئية، وأن الكون بدأ قبل 13.8 مليار سنة. وحسب هذه الأرقام، طبعا هذه النتائج حسب وكلها نظريات على فكرة، يعني هنا لا توجد حقائق. طبعا الكثافة الحقيقية مجهولة، وظهرت حديثا نظريات تؤكد أن الكون سيطوى كما تطوى الورقة، وهناك أشكال يتخيلها العلماء لهذا الكون، إن كروي أو مسطح أو منحني أو كذا. طبعا هذا يتطابق مع قوله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. حتى هناك علماء معتبرين اليوم يقولون إن الكون سيطوى على نفسه ويعود من حيث بدأ، تماما بما يتطابق مع كلام الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه يعني أشكال يرسمها العلماء للكون والطاقة. وهنا طبعا الآية صحيح أنها تتحدث عن يوم القيامة، إلا أنها تتضمن إشارة إلى شكل الكون المسطح. وأخيرا هذه الآية تعد معجزة بسبب التشبيه الدقيق الذي استخدمه البارئ عز وجل، وجاء العلماء اليوم ليستخدموا التشبيه ذاته. كذلك تعد هذه الآية معجزة لأنها تتحدث عن نهاية الكون، وهو ما يؤكده معظم العلماء. وطبعا هذا الكلام يدل على أن القرآن ليس كلام الراهب بحيرة، وليس الكلام القس ورقة ابن نوفل كما يدعي بعض المشككين، وليس كلام الأمويين، وليس كتابا ألف في العصر العباسي مثلا. هذا كله عبث أيها الأحبة ولن يأتي بنتيجة. لابد، صدقوني لابد من الاعتراف أن هذا القرآن هو كلام الله، لأن كل شيء فيه ينطق بصدق مصدره الإلهي. وهنا أيها الأحبة هذه الحقائق تثبت أيضا
أن هذا القرآن كما وصفه الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طبعا هنا وضعت أنا المراجع في آخر هذا البحث، والبحث موجود على موقعنا الإلكتروني أيضا لمن أحب أن يتوسع. أخيرا أيها الأحبة، كلمة لابد منها. أخي الحبيب، اعلم أن القرآن كتاب الحقائق اليقينية. والله أنا درست النظريات العلمية وتعمقت فيها يعني كثيرا سنوات طويلة، ووجدت دائما أن القرآن يقدم لك الحقيقة العلمية المطلقة بأقل عدد من الكلمات وأبسط أسلوب في التعبير وأقوى أسلوب أيضا. لذلك إذا أردت أن تخزن في دماغك موسوعة علمية كبيرة، احفظ القرآن بكل بساطة، لأن فيه كل شيء. فالله تعالى هو القائل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.